بدء انتفاضة الشعب السوري انتظر المواطنون السوريون موقفا مؤيدا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتحركاتهم، كما أيد تحركات الشعوب العربية. ولكن ما حصل كان عكس تمنياتهم، فرد الشعب السوري على مواقف حزب الله بطرق مختلفة. اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن رهانات قوى الرابع عشر من آذار خاطئة تماما حيال الأحداث في سوريا، لأنهم تورطوا في استهدافها واستقرارها ووحدتها الوطنية، وقد تم ضبطهم متلبسين بجريمة التسليح والتمويل والتحريض ضد سوريا. غلطة الشاطر بألف، لأنهم تورطوا في استهداف سوريا، في استهداف استقرارها واستهداف وحدتها الوطنية. قوى 14 آذار ضبطت متلبسة بالجريمة. موقف قووق لم يكن إلا جزءا من المواقف التي أطلقها حزب الله ضد انتفاضة الشعب السوري، فاستدعى ردا من المتظاهرين السوريين وعبر طرق عدة. لأنه على حد معلوماتي شعبنا هو الممانع، شعبنا هو اللي هب لنجدة العراق، وصار ينمسك على الحدود من قبل مخابراتنا، احنا بنحط بالسجون الى اللانهائية وما بعدها. بقى شو رأيك؟ مين الممانع؟ المواطنون السوريون كانوا انتظروا موقفا مؤيدا من قيادة حزب الله لتحركاتهم المطالبة بالحرية بعد تأييدها الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، ولكن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أتى مختلفا مع الحالة السورية. شوفوا لي هالأمنية الرقيقة السيد حسن نصر الله. يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم في ميدان التحرير. لا ليش؟ تطرق المشوار من هون لمصر؟ احنا قربنا، تفضل كون مع المتظاهرين عنا. الشبان السوريين طالبوا حزب الله بتغيير موقفه منهم، ولكن الحزب بقي على تأييده للرئيس السوري بشار الأسد. في المنطقة في دول الطوق هناك نظام عربي مقاوم وممانع وحيد، هو النظام في سوريا. المواطنون السوريون ذكروا حزب الله في تظاهراتهم بموقفهم المؤيد للمقاومة، وخصوصا في حرب تموز عام 2006 وفتحهم بيوتهم للبنانيين ورفعهم صور السيد نصر الله في منازلهم، وعبروا عن استغرابهم لرد الجميل من حزب الله بهذا الشكل. يا سيد حسن نصر الله كانت صورك معبية بيوتنا. يلا الحمد لله خلصنا من صنم جديد. كان عنا ثلاث أصنام، صنم مات وصنم انكسر وصنم هينخلع إن شاء الله. موقف حزب الله المستغرب من وضع سوريا جعل الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم يعلن انتقاده لهم. أوجه كلمة للصديق العزيز السيد حسن نصر الله. إيه أنت عاجبك اللي بيعملوا البعث السوري ده في الشعب السوري؟ ينفع أي حد يقف يسنده؟ مواقف حزب الله رأى فيها المتظاهرون السوريون أنها ليست بموقعها، واعتبر بعضهم أن الأفضل كان لو أن الحزب صمت ولم يعطي لنظام الأسد سقوق براءة جعلته يمارس حقدا بنسب أعلى على مواطنيه، فيما اتهم عدد منهم الحزب بالمشاركة في قمع التحركات في سوريا، وخصوصا مع إعلان هذا الاتهام من قبل الأمم المتحدة قبل فترة. بما أنه أنت كتير حابه وعم تدافع عنه، هدية بسيطة من الشعب السوري إلك ولجورج أرداحي. يا سيدي خده، بشار الأسد وفوقه عيلته ورامي مخلوف والشبيحة ومجلس الشعب لعندكم هدية، وبعلمون أنتو الدبكة اللبنانية.